وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد الأنصاري عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. إذن هي الجلسة الأولى التي تعقد عن بعد في تاريخ العمل البرلماني بمملكة البحرين، هل لك أن تطلعنا على أبرز ما جاء في هذه الجلسة وكيف كانت هذه التجربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نحب نشكركم على هذا اللقاء. طبعا عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 اجتماع المجلس 27 من دور الانعقاد الثاني لفصل التشريع الخامس، وما يميز هالاجتماع انه اول اجتماع عن بعد في تاريخ المجالس النيابية في البحرين. نعم، فهو يوم تاريخي فعلا سوف يذكر على مر العصور. وقد جاء هذا الاجتماع بهذا الشكل امتثالا لتعليمات فريق البحرين الصحي الذي ينصح ويشجع على عدم التجمع في مكان واحد لأكثر من 5 أشخاص، وامتثالا للتوجيهات الطبية والأمنية حفاظا على صحة جميع منسوبي المجلس التشريعي من السادة النواب وموظفي أمانة المجلس. وهنا لابد لي أن أشيد أمانة بحرص معالي السيدة فوزية بنت محمد زينل رئيس مجلس النواب على عقد هذا الاجتماع بهذه الطريقة لحرصها الشديد والدائم لأداء المجلس النيابي دوره الوطني واستمرار انعقاد الجلسات بكل سلاسة. وكذلك أشكر الأمانة العامة للمجلس ولجميع الموظفين الذين عملوا على إنجاح عقد هذا الاجتماع ولأول مرة عن بعد. أما إذا كنت أتكلم عن أهم ما نوقش اليوم، فقد ناقش المجلس اليوم مشروع قانون تعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 والمعد بناء على اقتراح بقانون المقدم من المجلس النيابي، وذلك لوضع حد أدنى للتدريب الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها بحيث لا يقل عن 30 ساعة سنويا للموظف. ثم ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان المرافق للمرسوم رقم 3 لسنة 2020، بحيث يتمكن المواطن المستفيد من الوحدة السكنية من التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية بشرط موافقة وزارة الإسكان ودون التقيد بمدة السنوات 7 المقررة في القانون. وكذلك في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم 20 لسنة 2019، ارتأت اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل سحب المشروع لمدة أسبوع لمزيد من الدراسة مع وزارة العدل وإعادة تقديمه الأسبوع المقبل. وقد كانت هناك عدة مقترحات بصفة الاستعجال لدعم جهود فريق البحرين مع جائحة الكورونا، وأهم هذه المواضيع كان طبعا إفساح المجال للعمالة السائبة والغير نظامية والمقدر عددها حسب وزارة العمل بحوالي 62 ألف بمغادرة المملكة وحسب رغبتهم، ولكن المانع خوفهم من محاسبتهم على مخالفاتهم، وذلك عن طريق التعاون مع سفاراتهم وعفائهم من المخالفات مقابل مغادرتهم البلد في ظل انتشار هذا الوباء، علما بأن عدد كبير من هذه العمالة يرغبون أصلا في المغادرة ولكن الخوف من المحاسبة فأنهم يترددون في الأقدام على طلب المغادرة. وهذه العمالة المخالفة ونحرص على المخالفة حاليا يجب ترحيلها بأي طريقة لخطورة وجودها في ظل الوباء الحالي. نعم. وكذلك كان هناك مقترحات أخرى عن ترتيب إجراءات الفحص وتعقيم مساكن العمال عامة. نعم سعادة تفضل سعادة السيد. ختاما كنت أحب أشكر جميع السادة النواب على رأس معالي السيدة فوزية بنت محمد زينل على نجاح انعقاد الاجتماع الأول بهذه الطريقة. نعم سعادة السيد أحمد الأنصاري عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.